السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستدامة والذكاء الاصطناعي مفهومين منتشرين الفترتين. الاستدامة بتشير لقدرة تلبية احتياجات الحاضر دون اساس وقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجات الخاصة. يعني إيه؟ يعني الجيل الحالي محتاج إن هو يبني مثلا 100 مبنى، خلاص يبني ال 100 مبنى بس من غير ما يستهلك مواد ل 500 مبنى، يعني مبقاش فيه هدر للمواد، لأن الزيادة دي مش حقنا، ده حق الأجيال القادمة، فإحنا لازم نحافظ عليها. وده مفهوم موجود من زمان، يعني المفهوم أصلا أو الاستدامة هتلاقي أصلا في المباني القديمة، يعني من أول ما الإنسان بدأ يبني عنده فكرة إن هو يعمل مباني مستدامة. الذكاء الاصطناعي ده فرع من علم الكمبيوتر، بإن إحنا نستخدم أجهزة ذكية بتأدي المهام المرتبطة اللي عادة بتاعها إنها بتبقى متعلقة بالذكاء البشري. فاحنا محتاجين ان احنا نربط الاثنين مع بعض عشان نحل المشاكل، تمام؟ يعني احنا محتاجين ان احنا نقلل الهدر اللي بيحصل من خلال استخدام الذكاء الصناعي، مع العلم ان الذكاء الصناعي اصلا تاثيره سيء على البيئه، تاثيره سيء في الاساس على البيئه من خلال ان هو بيحتاج اجهزه ضخمه جدا، فالاجهزه دي بتستهلك كهرباء كتير وبتطلع حراره شديده، بنحتاج جهد كبير عشان نعرف نبردها. فالتأثير السيء ده عايزين بقى نستغل الذكاء الصناعي في ان هو يبقى ليه تأثير ايجابي. ليه؟ لان الموارد بتاعتنا اصلا محدودة ومحتاجين ان احنا نحقق منها افضل استفادة ممكنة، فاحنا محتاجين نستخدم الذكاء الصناعي عشان نحسن استخدام الموارد ونقلل الهدر اللي بيحصل عشان نعزز الاستدامة. يعني ممكن من خلال الذكاء الصناعي يكون عندنا كمية كبيرة من البيانات، فهو الذكاء الصناعي ده قوته يحلل الكمية الكبيرة دي عشان نحدد النمط، ايه الحاجه اللي شبه بعض او ايه ده في مشكله معينه في وقت معين نحاول ان احنا نركز عليها عشان نحل مشكله الطاقه، ازاي نقدر نستخدم المواد بشكل افضل. فده ممكن يقلل الهدر ويأكد لنا ان احنا فعلا استغلنا المواد بالشكل الامثل عشان يبقى فيه نتائج اكثر استدامه. فاحنا ممكن نستخدم الذكاء الصناعي عشان نطور ونعزز التقنيات المستدامة، زي مثلا احنا هنستخدم الذكاء الاصطناعي عشان نحسن أداء الطاقة الشمسية زي أو طاقة الرياح عشان نخليها أكثر كفاءة وموسيقية. ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي عشان نصمم ونطور مباني أكثر استدامة عشان نقلل البصمة البيئية للمباني بتاعتنا. الذكاء الاصطناعي نقدر نشوف أمثلة أكثر استدامة تقدر تغطي احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية. بشكل عام الاستدامة والذكاء الاصطناعي هم مفهومين مهمين جدا عشان نعمل مستقبل أكثر استدامة، نقدر نعمل حلول أكثر فعالية وكفاءة عشان نقلل النفايات ونحسن استخدام الموارد ونعزز النتائج المستدامة. ومع استمرار تطور التكنولوجيا هنشوف ايه التطورات اللي ممكن تقطع بيها الاستدامة والذكاء الاصطناعي عشان يبقى فيه مستقبل أكثر استدامة وأكثر شراكة للجميع.